بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على this. لاحظ الآن عندك class pen والدالة فاضية، ما علينا احنا من الدالة الآن. لا نبغى نعرف احنا ايش معنى this او مفهوم this او ما هي this. this هو عبارة عن متغير. this هو عبارة عن متغير، لاحظ يكتب بطريقة المتغيرات وتكتب كلمة this، بس شرطه انه يكتب بداخل الكلاس، يعني ما يخرج من المكان هذا، ما يخرج من المكان هذا. هذه اول نقطة. طيب نكتبه بداخل الدالة، نكتبه بداخل الدالة، يعني ما اقدر اكتبه في الخارج، بداخل الدوال. طيب ايش معنى this؟ لاحظ الان لو انا كتبت this color يساوي مثلا red، ايش معنات هذا الكلام؟ طبعا هو حيكون شيء غريب. لاحظ استخدامنا الخاصية color اللي موجودة فوق بداخل الدالة right واعطيناها القيمة red. بس ايش معنى this؟ this الان كأنه object يكتب بنفس طريقة الاوبجكت. لاحظ الان اللي يصير لما انا اكتب val او val مثلا 1 يساوي new pen. طيب ونقول val 2 يساوي new pen. الان لاحظ ايش اللي يصير. احنا قلنا لما ننشئ اوبجكت او ننشئ متغير، هذا قلنا انه اوبجكت، لما ننشئ اوبجكت نوعه بين او اي نوع من الكلاس احنا قلنا انه ياخذ نسخه جديده. طب لما ياخذ النسخه، لو اخذ النسخه وحطها هنا واخذ النسخه الثانيه وحطها هنا، معناته حيصيروا زي بعض، صح ولا لا؟ this هذه فائدتها ايش؟ انه انا لما اجي، يعني مجازا تقدر تقول لما اخذ النسخه لفال 1 النسخه اللي اخذها من هنا، اي this موجوده في الكلاس، اي this موجوده في الكلاس حتستبدل بالمتغير فال 1 او حتشير الى فال 1. هي يعني بقول صحيح تقدر تقول تشير، لكن احنا حنقول حتستبدل. معناته لما اخذ النسخه هذه، لما اخذ النسخه هذه وحطها في فال 1 حنتخيلها زي كذا، حيصير شكل النسخه زي كذا. هذه النسخه حيكون شكلها كذا بداخل هذا، حيستبدل هذه بكذا فال 1 فال 1، صار شكلها زي كذا. لما نسخ الاثنين، لما نسخ الاثنين صار شكلها زي كذا، لاحظ فال 2. عشان كذا صارت النسخه اللي بداخل هذا مختلفه عن النسخه اللي بداخل هذا. فذيس هي تشير الى نفس الاوبجكت، ذيس تشير الى نفس الاوبجكت. الان هي الان هو يبي يتعامل مع الاوبجكت هنا في الكلاس، ما يعرف ايش هو الاوبجكت اللي بيتعامل معه، عشان كذا يحط كلمه ذيس. فذيس هي اوبجكت عام، يستبدل ذيس بالاوبجكت الاساسي وقت الانشاء، وقت الانشاء. فالان لما انشا صارت ذيس في النسخه هذه هي فال 1، وفي النسخه هذه لما انشا صارت ذيس هي فال 2. الآن لاحظ كيف وصل للعناصر، لاحظ كيف وصل لكلر من داخل الكلاس، وذيس عرفنا انها تشير الى نفس الاوبجكت اللي حنشئه. عشان كذا هو حط ذيس، لان انا اقدر انشئ من الكلاس مثلا، ممكن انشئ فال 3 واقول له نيو بين، فهنا النسخه اللي انشاها والاوبجكت اللي انشاه حيكون بداخله نسخه كامله من ذي، لكن ذيس حتستبدل بايش؟ بفال 3. وهذا معنى This. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.